من بوابة الإنشاد الديني دخل إلى عالم تلاوة القرآن الكريم ليحصل على إجازة من وزارة الأوقاف السورية. المتسابق من سوريا إياد مهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون.
لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام. المفاضلة في الجمال حيرة ما بعدها حيرة. نعم، في دقائق عشناها مع المتسابق إياد مهرة من سوريا. شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة، ومنكم أنتقل إلى الشيخ محمد عصفور. لكم الكلام فضيلة الشيخ. وحيا الله الأخ الكريم إياد مهرة. حياكم الله. ما شاء الله القراءة جدا رائعة. الحمد لله، بارك الله فيك. وتجويديا صراحة يعني من جهة الأحكام شيء رائع يعني. وملاحظاتنا تكاد لا تذكر يعني. لا عجب أبدا، لأنه أهل سوريا أهل الإقراء وأهل التعليم. ما شاء الله يعني. تعلمنا منكم كثيرا. استغفر الله، أنتم مشايخنا. الله يسلمكم. حياكم الله. ما شاء الله. أسأل الله دوام النعمة عليكم يا رب. اللهم آمين. حياكم الله. سيدنا، أكو هنالك حديث لطيف وودي مع أستاذ. والله أنا عنوان. بالنسبة لإذا الدور اللي فما يعني عندي كلام بقدر ما أحييه، لأنه يأتي من أرض دفنت فيها أخت العميد. الله. سلام الله على سيدتنا زينب سلام الله عليها. وأترك الحديث نعم بإنشاد بالنيابة عني. نستمع. نعم درامي. أستاذنا، لا أنا أول شيء بدي أسلم على أول مرة أول شيء بدي أسلم على ابن بلدي. الله يبارك فيك. حياك الله. وشك أبيض بيضت لنا وشنا. الحمد لله. الله يبارك. ما شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله. وأنا بعرف متوسم هذا الشيء فيك إن شاء الله، وإن شاء الله بتنتقل للمرحلة القادمة وبتجيب نتيجة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ممتازة. الله يبارك فيك. إيه. فأنا راح أهديك قصيدة هي عن القرآن. قديمة. ما بعرف إذا حدا بيعرفها وبشاركني فيها. ما بعرف. سيد كريم يشاركك. أنا ما أظن تعرفها. هتكون الشاطبية. يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تفو لنورك الرباني. الله 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 الله. ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم. نعم، إياد مهرة من سوريا، مثلت سوريا خير تمثيل. الحمد لله. أسأل الله لكم العافية. شكرا جزيلا لكم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لكم. الله. شكرا. تفضلوا.